هو يشتغل مترجم في بيت عيت الله سيد السيستاني، المرجع الكبير الإمام السيستاني. هو يجيد اللغة الإنجليزية. قال لي أنه في اليوم دعوني أنه أترجم لسماحة السيد. كان جاي وفد من الخوجة والباكستانيين بمن لا يعرفون اللغة العربية. يقول استدعيت إلى بيت سماحة السيد للترجمة. يقول أحد الزائرين سألني، قال اسأل السيد بالعربي هل التقى بالإمام الحجة؟ اسأل التقى، هم يشوف الإمام المهدي صاحب الزمان التقى بالإمام الحجة؟ يقول فأنا سألت السيد السيستاني، هذا الشيخ وهو ثقة، قال سألت سيدنا هذا يسأل يقول هم التقيت بالسيد السيستاني؟ السيد السيستاني التقيت بالإمام المهدي صاحب الزمان؟ يقول السيد قال لا تجيبه، لا تجاوبه. يقول فلما انفض المجلس ما جاوبنا، ما رجعنا للجواب، راح. يقول انا رجعت سالت سيدنا، انا اريد اعرف جواب هذا السؤال، بالتالي انت هم تلتقي بالامام المهدي؟ التقيت بالامام الحجه او لا؟ قال شيخنا، فهو يسال يقول ليش ما جاوبتهم سيدنا؟ قال شيخنا ماذا اقول؟ اذا اقول نعم التقيت فالناس راح يقولوا هذا مفتري، وإذا أقول ما التقيت ناس يقول هذا شلون مرجع ما يشوف صاحب الزمان ما يتقي بالإمام الحجة؟ إذا هذا السؤال ما عليه جواب. ليش السيد هيك يجاوب؟ لأنه يعرف أكو كثير من الناس يعيشون التفريط ويعيشون الإفراط والتفريط حتى في علاقتهم في المرجعية. ناس توصلهم إلى أن هذا يقعد ويا صاحب الزمان يشرب شاي وياه وقت ما يدري يشوف يسولف وياه، هكذا فهم ينظرون. وناس يشوفون لا قيمة لهم ولا قدسية لمنصبهم، وإذا يدعي أي علاقة خاصة أو مع الله مع الروحانية هذا مفتر.